ميكسو وين درتها زوجتي؟ كي راكم؟ انا رجعت. شنو هي اللي دارت لايف اون وين طوكيو؟ كي راكم فتيات؟ عدنا. عندي شويه جلبان. شكون ديروا للعشاء؟ جلبان حبيبتي الوقت ما كاش غدو غادي يكون دخلتهم دوشت لهم وردوا روحهم غير غرسة. هيا قلت لها قالت لي ندوش لهم انا بالخف وانا هكا نرمي بالخف العشاء. ها هو دا ولدي حوتي ديالك كي تندير العشاء ناض. ها الكاميرا هادي انا ما طيبوش العشاء ولا كيهضروا مالك؟ ها صايره تعطيني فاصل وانا واصل. قعد عقل. واجبتلها. يا ربي قعدها. سماط الفيسبوك بلابيك والله يا حبيبتي لا الوقت ما كاش برك. ها سوك نعاود نرجع خلي غير ولدي يكبر شويه ونرجع. هبلني. هذا ما عرفتي علاش غادي نكلع. اختي هبلني. ما تنخلعيش غادي نضي مريضه. صح. في الصاك قلت انا كنت ندير ماري هادو وعزو شي تنخلع دابا يعيرو تغاير وقت ما كاش ها يعيروك ها اللي يعيروك يعيرك يعيرك نبلوكيه كنت تجبع مع غير هضره تعزو شي خوفتو هذا قلت لك يعيروني واه غادي نجي طابونج كنت بغيت نعاود نمشي راسي بغيت نقول طابونج راسي هي طبخ وديري عشاء جلدان ونعطيك كوطه الطبخ كاين اللحم باش نقلي اللحم لا لا ماشي هادشي دايرين العشاء ديري تاعي جبانه بغيضه ما عندكش كل واحد وكيفاش يطيبه شيرات شفت بزاف البنات كل واحد وطريقته في الطبخ تاع الجلبان ما عندناش نفس الطريقه ها هو السمنه هذيك اللي شفتي هاي كاينه أين تنقلها تعبيتي؟ ماما شو بدي أعرف الضوء بالله؟ لا غير ما يبغي يا واه ها؟ ها؟ كيف شوية فيها زروزية يبغوا هذنيتي تحياتي لسيدي بالعباس ما تبع معي ما بعرف الناس اللي عندهم تسبق انت اللي واقف الله راهم يعايروا ماشي خلاص راه يضرني انا والله ما عرفت شحال اللي يعايروا امي ما تخرجش كوب ده هكا الكوب التحافيه فيما تخرجه في راجل هل مدود اللي ما تاكلش على شقاه ها فيما تخرجه حبيبتي هكا نعمها راجل هذا خليها تخرج مسكينه فيا خليها
والله الوقت ما كان جبتكم طبعا عمي مسؤوليه جيت. مساء الخير سمية، مساء الانوار عزيزتي. هاكا اوكي شابة سيرين. هاي شو صورتي يا تطلع مع الحم. بونسوار وليد، انا هادي من بيت جاتك الفوطه ما يتعيد لنا صفاطه شبك طاجين الزيت منين سهل سيدي. انا درت جلبانه وسلطه ومطلو الله يبارك. درت ديري مطلو في هاد الحبات ياكلوا لي انا هاد المطلو داير الخبز البايس في الحب وهو ياكلو. خلي الحم على كاروت يا اختي يا اختي زروديه كي تقلوها البنات تطلق لك البنه شابه. لا بدعيه خرجت علي قولي والله ما عنديش بزاف بدعيات، عندي غير ثلاثة عمري كي نهود ان شاء الله على البلاد قلت عمري بدعيات. عندي تاع المشتى بزاف شاريه تاع المشتى بزاف بصح هادو هاكا الله الله كي تقلي لي ياكلك تجي شابه. ها هي الحم تقلى علامه علامه سيد احمد. كراكي اختي انا جديده، مرحبا بك منصور اختي انا جديده. كراكي اختي انا جديده منصور والله راجل قلت لك راجل وقال لي انا جديده ما فهمتش. مرحبا بك اختي بالك يا مرته ولا دايره صويره تاع راسك. مرحبا بك حبيبي. هذه طاح لي ثاني طاح لي تجي بتاعه تاع زوجتي خليتها له هذا كاش سحور ولا تا رقيتي كاش سحور هو حاسبه سحور كل يوم تقرايه عند الباب اختي لقينا خطره خطره حبيبتي درت الرقيه وانا نجي نقول انت داري الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي ما قال لك لا داروا في اليدين كاش عفسه ان شاء الله ربي يطيح فيها هو ربي يطيح فيها هو ان شاء الله. فوالا هاني قليت ندير شويه تاع انا نبغيها حمراء في البنات الخور تاعي الجلبانه تاعي نبغيها حمراء فنديرها فطره ما تجينيش بنينه فطره انا نبغيها حمراء. قال لي سيداتي هذا حتى لافا ماشي دروك اصلا جام يكون حار ولا نخاف تطلع لي البنات تاعها هنا. قال لي شويه البصله مع اللحم نخلي الزيت يستوي خاصني الاخر البنات ماركه شابه تاع الجلبان هذا سينو تاع ليدل تاع ليدل ثاني ماركه شابه مهما واش خير ماهوش غالي تاع ليدل وشباب هذا جاي حبته كبيره ماهوش صغير كبيرة على ال على تاع العوايد. زوجتي قالت لي كثري غير قطعة صغيرة أنا غير قطعة صغيرة غير على حسابها حساب راجل فحلة الله يبارك نوت عليك سلمك عمر ربي يخليك بصفا ميرسي ولا راسي راه دارني ولا راسي راهي طبخ باش نرمي دروك صبرا نهرس ونجي جاية جبانه بالسخانه فيه فيه شتي ياكلي اختي تاكلي غير البقليطية والملوي يا ربي سبحانه عزيز ما كاش كيفاه يا ربي كلمه زينه قلتيها فيه فيه دواره ما تبغيها مراكي ما تبغيهم انت اللي خلق قاده سيح يا ابو مراكي حنا غير نعطيكم طاسي حبيبتي الله 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 شحال نبغي البصله كي كي تتعسل صبروا نغسل دا نموت على البصله كي تتعسل شويه ما تبكيش ما تبكيش فوالا كنزير ليدي بيستاوي درت فيه الحرور نقص شويه باش ما نخربش اللحم ربي ربي ليك احنا العينين بيت برا اهلا ندير فيها شويه تاع سكر كبير شويه تاع الفلفل الاحمر moi je t'ai rien dit je vous respecte plus ton mari
الله ما فهمتك اختي. العهد ما فهمت. ندير فيها شي تاع راس الحانوت. شي تاع فلفل كيسموه هذاك. شي تاع راس الحانوت فوالا. كل واحد وش يدير شي. انا درت انا شي درت. درت شي درت. هادي روحي راه كي انتي وبيا بيك بهذيك القليطه هي اللي كتهضري ليها هذيا ملي كاعك كي بلاصه تاعها تجون على القليطه هنايا تجون على القليطه ما طون كيما الناس بركم النميمه نعيشوا حياتكم ما تمنش يا سوق تعيش حياتها حوش لي تونا ياكل راسكم ها عندها هذيك عيشوا حياتكم ما حوش الأرض فيها 1200 بنادم ماما دار اللايف ماما رمت هي صاير راني معلقاتها صاير وكاد واه واه راني معلقاتها قاعد شوف انا عطاس منشي الحمد لله ونعم بالله صحت عاصمة صلاة عليكم السلام صحتك اختي حبيت نقول لك حاجه بدعيتك كاع ما يعجبونيش معليش عمري كل واحد ولوكو تاعها حبيبتي كل واحد ولوكو تاعها زينه انا يعجبوني في الحق يمكن بالك انت لوغو تاعك يعجبني يمكن ثاني ما يعجبنيش عزيزتي هذه ماشي دارك نورا راني عند زوجتي راني عندها يا اختي كنت ضربت ما اسمي تنحل على ضربك ويو حليتهم ما نعرفش نحل قواطر هادو فوالا نديرو فتاتا تاع طوطا ديري عران تاع طوما بس مش فتاتا فوالا نجيب فتاتة تاع الماء نخلي الطوماطيس تاعي هاكا باش تنقلح هاديك الحموضة حيراني طيب في المغارف في السبال وقت ما كاش حي عليا هاي انا كنت انا نحوس يا اختي يا اختي يا اختي شيرات حاوتو صلوا على نبي تبلادي انا طبعا صاروا ما يطيحوا كل شيء راه يطيح مغارف طارو طبعا انا طيح يعني احاو جاي صهري الزيت تاع القاص شيريتا زيدي قرفة تجي قرفة بنينة قولي والله انتي القرفة وعلى زيت عمر الا درتي قرفة هاي قرفة دير شوية قرفة ها بلية هاكا تدير شوية قرفة دير شوية قرفة ما تجيش بنينة لا حاوتوني اليوم خلي غير هاكا نتيكا خاصني الرم هذا الفيش هذا الفيش راني غير تخابط الله 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 ما نسيت والو صاي طوماطيس حكا راني نقلي فيها راح ندير فيها فتاتة تاع الماء ونخليها تكتك هاكا تكتك نخلط كل شيء تكتك تكتيكم هاتهم بلوكي واحد الحمار ايا او لقطه شابه داروها كاع انا نغبنش ديريكت بليكم بانيو صاي بلوكيت بلوكيت عزيزتي بلوكيت داروا لقطه جديده في الفيسبوك حاله في الشباب يا اختي بسلي شتو 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 عاود نشم قهوه يا قيل قارع حقارع حقارع ما تبكيش يا ولدي ما تبكيش طالعو جلباني بس حوجي يابا تبغيتي ما يلبس من كلام العرب ها ما غادي ندير الخضره اليوم ما نمرقش على بالكم كيكوطه صغيره ماما خاصك تكبري كيكوطه انا بزاف ها انا بزاف ماما انا نجيب كيكوطه دروك ولا كيفاه لا نروح نجيبك الكوطة ما كاش الوقت قالوا جيبو معايا قارعو ما تبكيش يا ولدي ما تبكيش استعقل استعقل كي كوطك صغير كبير على تاعك واه هاك هاك ماما هاك هاك ودي هاك هاك اليوم بابي اليوم يحوزنا من الضهر عشان ماشي بكري هيا استعقل ماما استعقل
هاكا ولدي راه عاقل ودير العقل. هو ده هنا ماما حداك. راح جري نجيب كيكوطي ونجي. روح بيا بطابليتي كيكوطي صغيرة. كيكوطي صغيرة مسكينة. عزوجتي قالت لي ديري 10 كيلو تاع تاع جلبان لداخل. وين وين 10 كيلو جلبان كان حط. واش درتي عشا؟ درت لها الروز. علاه بلوكيتيها؟ لا انا ما بلوكيش الناس اللي تهضر غايه. اللي ما تهضرش من شو قلت حقه؟ نبلوكي الناس اللي تعاير. فوالا قرفه عود ماشي مطحونه. تكحل المرت بريدي وخبتوني في البرك. قال يمشي خيح ويا اختي داك القط كيما انا بغيهش راه تما. يا ام خايتي ولدك صغيره كي حطتها في البوسات. هذاك سياج بيبي عمري. اسكت يا عمري اسكت. شكدا عشان يدير الجلبانه جلبانه جليبينه. يا اختي يا اختي تقول كان يقارع فيا. كان يقارع فيا القط. هاني وصلت. صلوا على النبي. يقارع فيا نعطيه ياكل راه جيعان. اربح نعطيك تاكل اربح. يقارعوني قطوطاني. راك جيعان؟ دوك نعطي ولدي ياكل. قارع شو قارع؟ قارع نجيبو كيكوطا لمامي. هيا نجيب لك تاكل. اقعد هنا ما تبوجيش. اتونسيون تبوجي. تقعد تما ما تدخلش. لا اقعد برا. خافش يطولي وانا نهضر مع الفطوطك. تعرفي لازم تهضري معاه. أيوة الصبر الصبر عليا. جبت كيكوطي. كيكوطي هي اللي بيا. كيكوطي هي أنا غير وحدي ونشري صوالح بزاف. بس أنا الحمد لله داري كيشغل يجوها الغاشي كاع. هذيك شغلي كلشي كبرت. نبغي مواعين كبار. نبغي بزاف صوالح. هاكا جوني الحباب والضياف تعرفوا. وهي صفاتي يا اختي قطي راه القط راه هنا. صبر ناكل حبه شوين قوم. هادي شعل ما كنتش شوين قوم. صفاتي وراها ها هي. قارع نضرب حبه شوين قوم. انت الماكله القط هو يقارع فيا مسكين. قاعد وحده ثانيه كنقول بابا كيشري لك غاده. قاعد طوح معاه. صبر شيت. هقا هقا هذا نعطي ولدي ياكل. هقا انت بلادي قاع بغيت تشبط معايا حوجي ما عنديش حتى الاخر. ها لقيتكم بطاطا. ها جاي نعطي القط ياكل. راك تشوفين حمين اليوم مسكين. هاك دروب كريستال ينضرب على هذا. يا كول 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 صحتك بالصحة والراحة. قول بسم الله. ها قول بسم الله تتشفع لي يوم القيامة. جا الواحد روح عند عزوجته. زيدي مع الجلبة هنا الجزر تخرج كاع. واني دايرة درت الزرودية. راسي راه يخبط شيريت. راسي نحب حبه دولي بخان. صبرهم بالعبابي تاع برا.
حلو عسل ديما نشوفك نبره. ميرسي عمر ربي يخليك. ما بير مرحبا بيا من اليوم متتبعات جديده. مرحبا بيك عويشه امين، مرحبا بيك حبيبتي. سلام ايوا ماشي ديك الكوطي هكا غايه كبيره ربي يجازيك حيا حنت عليه. وانتم خليهم يعايروا سيدي خليهم، اش بغي ندير لهم اختي؟ كل واحد كيفاش ربي وهو يديه. هما انا نقول لك حبيبتي يعرفوني بلي منرفيه بالعين يديروا كيما هكا صان الصايد. شو هذيك المعنى تاع اللي حطيتها لكم في الانستغرام؟ راني دايره رابطه الحساب تاعي تاع الانستغرام مع تاع الفيسبوك. ايا قلت لكم لا كلاص، ايا وليت لا كلاص. هضروا من الغدوه نقول بسم الله، هذه نقولها لبناتي كيف يبداو ياكلوا نقولوا بسم الله. ها شحال تبغي تلعبيها بهلوله؟ قال لك عيش بهلول، كونك بهلول تعيش. صافي وصلت نكملوا مع عشايا. نكمل عشايا السبق الوقت ما كاينش. سموكي ما بنتي يا عمري، هاني جبت كيكوطة كبيرة هاكا خير. اقعدوا هنا نطيحوا الشوم. متتبعة جديدة مرحبا بيك ديلوغي، مرحبا بيك. عطيتها الماء. هاي سقعي. بس يا قلعي والله العظيم. والله في وقتنا هذا خير ديري في حياة وين ما ديري شي بنادم. مين كنا جاي خرجت عندك؟ واه باسكو ولفته يجي عندي دايما. بصح يلصق فيا خاف. اليوم مسكين ما يبكوش يعرف لي جاست. واه واه ما يسمعش. يا مسكين نقطها لك ما يسمعش على بالكم شيرات. يكون بعيد عليا ندير نحيها. ما يسمعش مسكين واه. بالعصب يجي في يدي. يجي مسكين يجي. واه. يعني نقلب في الكيكة طاطا تجي كثيرة. هاكا باش كلشي يطيب فيه رحبة. واه. حتى ال خير هاكا خصك كيكوطة كبيرة. عندهم كيكوطات هنا غاليين كيكوطات شيرات. هاد هادي كيكوطات تاعي شي تاع 90 تاع بكري شتيها. هادي كوقيلا 80 هادي صغيرة شتي كي غاليين كيكوطات مع هادي بوكس تاع فرنسا يجو غاليين. واه كاليتي شابة بصح. بصح هادوك تاع لاخر صدهم المغاربة يديرو فيهم بوكا 37 أورو كتب. ها هادوك لي يطرح لهم ما يدخلوش لافيسال هادوك. ثاني ما فيهمش لا من يقربوا علينا ولا خاف منهم هيش. دير ال تخرجي بالبدعية برا هدايا ما تكونش بعيد. قلت لك تخرجي بالبدعية برا خرجت بها انا العام اللي فات في العيد. فصلي كي كنتو هنا كيعيطوا انا ودرت بها ليكم نورمال. بالعيا كيما اين غاب اين غاب طويلة. يبان مليح قرنع شيرات هايا شوفوها ماشي موش كبير صغيور. دير الخير في الحيوان خير. ها والله ايناس اختي، ها والله اختي ما نشوفو انا نشوفو العباد واحد كالي واحد اختي. غير خير ديري في حيوان ما ديري شي بنادم ضروف. صح يا الحيوان هاي دير كلشي يطيب دابا وحده. طالعيني اختي انا لي اختي مريضه بزاف الله يحفظك حبيبتي. حي رسلي لي
لا ميس ما قدرتش نطلعك من ليكرون ما فهمتش عليه. لا ميس ارسلي لي حبيبتي نطلعك. كي نضرك عليك يخرج لي سوبريمي كومونتير بانير سينيالي ايبل. ارسلي لي عزيزتي ارسلي اختي لنا حطك ها طلعك. هوني عاقلة عليك هوني عاقلة عليك حبيبتي وحي عليا لا ما رسلتيش الله يلعن عليها عيشه كيما هذاك روحي عيشه شكي دير شكي جايه عندي ديري في اللايف روحي عيشي حياتك هاكي هديها مليح اللي بغاتي هديها يا ليك عزوجتي جابت لكم قالت لكم هادي عزوجتي قالت لكم هادي نهديها كاع الناس اللي يبغوك انت ها شابه شوفوا كي شاب كثرت اللي عجبتني خرج لك فتح الورد ولا هذه الاولى بزاف راني دايره يا عندها لي غوز عزوجتي دابا نروحو نشوفو كي شابه هذا الخطره كنت في البلاد قاعده قلت انت ما تجيبليش الاخر جلبان بالدجاج لا ماشي بالدجاج انا دايرتها باللحم تقدري ديريه بالدجاج اختي ولي ما عندهاش لازم يدير اللحم تقدري ديريه بلا انا نبغيه باللحم بنته تجي شابه باللحم وراها وجون كيك وطي واه وانا صفاره حتى صفاره معايا تعرفي فينيكس بيان سور حبيبتي بيان سور عزيزتي حنا كبرنا عند لا فامي قرقاشي فينيكس عند محمد حبيبتي ما كاش اللي ما يعرف دار القرقاشي فينيكس عزيزتي كبرنا عندهم حبيبتي ناس فري مسقمين حبابنا وكما قال لك ناس زينه وناس مسقمه و... حبيبتي الصغر بيان سور شكون يعرف فينيكس حبيبتي فكرتيني بالايام السابقه ربي يخليها لك ما شاء الله تبغيك سلمك عمر ربي يخليك امين ربي يخليك من بعدكم اختي ما بي ربي يخليك حبيبه صح فطورك الزنبوع على البحر شو الزنبوع على البحر ها وين متعك ما خصي ما بال اي هاكا عندي هنا هيا يا حبيبتي ايام الجميله بطيوة دواري ها خرجهم انت على جهه منا ها الله وين خليهم عليش متتبعا بلادك نبغاك دائما نشوفك ميرسي فاطمه مرحبا بك عمر ان شاء الله ربي يخليك ديما ورده ميرسي عمر ربي يخليك ام مريم ميرسي عمر ربي يفرحك ان شاء الله شوف زو ساعه غير الدور شويه واه ديري كابول هما هنا باش مول العشاء هكا ديريكتوم نديرو في لا فيسيل تعجبني ما خصي عمري ما خصي ما به يا ريت قال عجلتك ما زوجتك ان شاء الله عليها ربي يطول في عمرها ما خصي حبيبتي ريما ايوا يا حبيبتي راه مش كاع كيف كيف وين تروحي تلقاي المليح والدنيا حبيبتي اه بصح كاين عزايج بزاف كاين عزايج بزاف مع زوجتي وكاين عزايج بزاف اختي مريضه بزاف ما قدرتش نطلعك ندى قلت لي طلعيني حبيبتي رسلي لي لميس قطره ندى هكا واه هكا لقيتك قاري اروحي نطلعك عزيزتي حاول شي لا نقدروا نعاونوا ورا بروبليم قبلي لميس قبلي حبيبتي ربي يشفيك اختك السلام عليكم واش راكي اختي لاباس الحمد لله وانتيا
والله شوية مع أختي مريضة بزاف. مالها؟ شو عندها أختك؟ هي مسكينة عندها إيموراجين في راسها، طلبوا عليها عملية بمليار وميتين وستين مليون، وحنا الله. يتامى عن بينا يا ربي سبحان. والله والله راهي تعذب، راهي كان عندنا بعام كامل هي بالنزيف، وذوكا تمشي بالتراتمو، وذوكا التراتمو تاعها أثر عليها بزاف ودارلها ومين صداع في راسها بزاف. انا ما نخنش لاختي، طلبوا عليها عمليه. نحوس اختي كش ما اللي معاك في اللايف ينجم يعاونها، ما نحبش انا نحكم الدراهم ولا واحده اخرى تحكم الدراهم، المهم اللي يحب يعاوني يخلص لوبيطال تاع المانيا. ما والله كاش المهم ترتاح اختي برك، والله غير ماشي وعن بها غير ربي سبحانه. والله ايموراجين في راسها وصعيب اختي، عان بيها غير ربي. كي رحتي للسبيطار وكاع شنو قالوا لك اختي؟ لا قالوا لها المرض تاعك ما يتداواش هنا، داوت في خنشتة في بيتنا في قسنطينة، دا وبعثوها لتيزي وزو لوبيتال تاع محمود يوم معروف، لوبيتال كبير مليح، عطوها برية بلي ما يتداواش المرض تاعها هنا، لازم في ألمانيا. في الألمان والمبلغ هذا كبير، وهنا ما حبوش يلمولها، قالوا المبلغ كبير، ولاية اللي يسكنوا فيها ضعيفة بزاف. وذوك اختي هي قاعدة تموت وانا نتفرج، ما لقيت واش ندير اختي، قاعدة نبارطاجي كيك في الزهر كش ما نطيح في موم، ولا اللي يحب يتكفل ولا حد يعاونها حتى اللي يقدر عليها، المهم يخلص لوبيتار. انا ما نحب والو، ما نحب والو. علاش ما شفتيش مع هذيك ليميسيون هذيك تاع وفعل الخير؟ كيف يا اختي؟ هذيك ليميسيون تاع وفعل الخير ما عارف كي يسموه هذاك اللي شاد ليميسيون، والله نسيته، ما عارف حطينا الملف، قالوا لنا حالات بزاف تاع القناة مازالوا ما اتصلوش بيها. رحتي القنوات؟ ايه رحت القنوات، ايه احنا نستناوكش ما تزيد يشوفوها. يا ربي سيدي اختي، الله صح غير عال بيها غير ربي سبحانه. انا حبيبتي اتمنى ندير لك ان شاء الله، ندير لك نداء ان شاء ان شاء الله الله. اختي اللي يحب لها دي، اختي اللي يحب لي بابي تاعها، الوثائق، الفاتوره، اني كلش نبعثه لك اختي، اني واثقه قدام ربي وعباد، واللي يحب يجي يشوفها مرحبا به. انا الهاتف تاعي ترتاح لي اختي، انا واش نعب اختي، نعب والو اختي، اللي يحب يخلص لوبيتار اختي يروح يسلكو وكيش تاع الفرنك يروح يمدها لوبيتار، راني واثقه قدام ربي وعباد واختي ما نحب والو. اي وحده قالت لك ايموراجي؟ شو هذه غال؟ شو هذه قالت لك تداوى عندنا في الجزائر؟ بصح وين؟ اي داوت في لوبيتال تاع محمود يا اختي، بعث عطاوها برية، عندها دي بابي اذا تبغي نبعثهم لك في الواتساب، نبعث لك كلش اختي لي راه مسكانة، نبعث لك كلش. شوفي هي زعما انا نقول لاختي يقدروا كاع الناس يتعاونوا. شوفي هي انا انسانه جد صارحه حبيبتي، يقدروا كاع الناس يتعاونوا، اختي صح ولا شوفي، مش انا نفهمك؟ اسمحي لي اختي، نعطيك حتى نعطيك حتى التليفون تاع لوبيتال حساب اللي بعثنا لهم تاع ألمانيا، تتصلوا تتأكدوا حتى من الحالة، تأكدوا كيما بغيتي اختي. شوفي ما كيش فاهمتني، نفهمك عفسه برك. يعني انا في هذه العفسه انا نقدر ندير لاختي نداء، وان شاء الله الميساج تاعنا يوصل للدوله، وان شاء الله الميساج تاعنا يوصل ان شاء الله للقنوات. هذا واش نحب اختي، المشكله ان شاء الله لازم اختي والله نحب حتى. باسكو انا مثال، نعطيك مثال، الناس تعاونك وتلم لك مثال المبلغ ما لباليش شحال، تلم لك نعطو مثال، ما تقدريش تخرجي الاخت تاعك من الجزائر لو كان ما يكونش عندها اكور ميديكال حبيبتي، فهمتي؟ يعني هذا الشيء انا ما نقدرش على نديره، هي بالي ماهوش اختي، تاعي، لازم هنا الدوله، لازم تتدخل على بالي الدوله اختي، حبيبتي. احنا نوجهوا على نداء يا بالي عباد، اختي. الاخت ما طلبت والو، الاخت راهي باغيه اختها تتعالج، نتمنى ان شاء الله الدوله تسمعها ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله الدوله تتدخل يا ربي امين. يعني لو كان غير الجزائر فيها ناس الخير، الله يبارك، راه عندنا عرام تاع لي ملياردير في البلاد، ما راش عندنا واحد، ما راش عندنا زوج، ولو كان كاع لي زيميغري يديروا اليد في اليد نداو، ماشي واحد ماشي زوج في البلاد، نداو عرام ناس في البلاد، وراهم كيما يقول لك راهم دمنا وراهي كبدتنا وراهي لحمتنا هذيك،
ما تخلوا لحمتنا تنضر البنات. بصح شاويله هنايا لازم الدوله تدخل باش تعطيك اكور ميديكال هنا تلاكو. يا ربي ان شاء الله البنات بارطاجوا اللايف عند هذاك عند هادو تاع القنوات هادو كيما هكا شهور ونهار ولا ما على باليش وين يديروا هاد لي زيميسيون تاع الناس اللي يعاونوا صحاب بريزون شارج يعطيك الصحه. باسكو هنا لازمك 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 يدخلوا الدوله تدخل. انا ما نقدرش مثلا نرفد الاخت تاعك ونجيبها لاختي هنايا يعني انا انسانه نقولها ديريكتومون يعني لا كاش انسان يقدر يعاون لا انسان عندها عرف عندها كاش عفسه عندها يعرف كاش عفس انسان في اسوسياسيون ولا هاي انسانه ما طلبت والو مسكينه تلبد راهي صعيبه يا عباد ربي. ديروا اختكم مريضه ديروا امكم مريضه ديروا اخوكم مريض ديروا ابوكم مريض. يا ما ناس ماتت في صمت يا ما ناس ماتت وما لقاتش ما لاقينش لقمه ياكلوها ماشي دواء يداووا به لقمه ياكلوها. يعني نتمنى ان شاء الله نتمنى يا ربي امين نتمنى ان شاء الله الصوت تاعنا يتوصل يا ربي امين. قالت لك الاخت ماني باغيه والو مسكينه راهي باغيه الناس تسمعها برك الصوت تاعها يوصل باش تربد اختها من الجزائر وتتعالج في المانيا. هنا لازم الدوله تدخل يعني انا هنا ما نقدرش نجيب فوق حاجات تاع الدوله يعني ما نقدرش نربد هذاك الانسان ونجيبها هنايا لازم تكون بريزون شارج من طرف الدوله. ان شاء الله باذن الله الكلمه تاعك توصل لاختي وان شاء الله يا ربي ربي يشافيك اختي. الكبده صعيبه ان شاء الله راهي في عمرها 31 سنه وثاني ماهيش متزوجه راهي صغيره وعن بها غير ربي وهذه دعوت ليتيم وكان جا بابا في ذراعي وقاعد يجري بها ويديرها على دارو وقاعد يجري ما عندي حتى واحد اختي وما زوجه عندك انا من داري الا ما اختي وربي عالم كما جيت مطرجه اني بينت وجهي لا غالب اختي لا غالب عزوجتي قالت لك الله يشافيها والله ما بقيت ما نقول اختي اقسم بالله والله امين امين اسمحي لي اختي ما قدرتش نكمل لا شوف لا علاه تطلبي السماح هذا راهو شوفي اختي ديريها غايه في راسك الا نقدر نساعد نساعد اختي بالعكس صفحه تاعي نتمنى لو كان جو هكا تساعد ناس هكا اما ناس تفكرني بالخير كاين ناس ما يبغونيش معليش كاين ناس تفكرني بالخير حبيبتي الا نقدر نوصل نحبوك كي تطلع في حلا الانسان كيكون في حلا وديما تلقيه ما عندوش الزهر في العباد ما تقوليش هكا شوفي عندنا ربي سبحانه اختي ديريها غايه في راسك سبحانه عندنا ربي سبحانه اختي ما كاش كيما ربي سبحانه ربي سبحانه عزيزتي فوقنا كاع فوقنا كاع ما كاش واحد يجي فوق ربي سبحانه ان شاء الله باذن الله اختي بالك يمكن بالك ها يمكن طلعتي معايا بالك يمكن الرساله تاعك توصل يا اختي كاين ناس الخير كاين بلادنا الله يبارك كاين ناس توقف دوك بالك يمكن كاش انسان يشوفني وعلى بالي بلي اطارات كبار يتفرجوني على بالي باسكو رسلوا لي في الخاص نتمنى ان شاء الله الرساله توصل ان شاء الله كلمتي هذه ان شاء الله ما تطيحش يا ربي امين. الاخت ما راهي باغيه والو راهي باغيه برك اختها تتعالج يعني لا تقدروا تعالجوها في الجزائر عاونوها باش تعالج في الجزائر يعني هاك تدخل السبيطار كنت عارفوا احنا لازمنا انترفونسيون لازمنا واحد يعاون واحد كنت عارفوا هذه بلادنا احنا نعرفوا بعضياتنا غايه نتمنى ان شاء الله الاخت المساعده لانه كاينه لي في البلاد ما يقدروش يربوا انسان ويسمحي لي هكا يدخلوه للسبيطار كاين اون ليست كاين ليستا وكل واحد بالتور تاعه يعني حتى وهذاك اللي يكون التالي يكون ليطا تاعها غاف ما يشوفوش فيها علاه باسكو كاين بزاف ناس قبلها هذه حاجه عاديه كما قال لك سبيطارات قلال والمرض بزاف يعني نتمنى ان شاء الله الرساله تاعنا توصل يا ربي امين ان شاء الله يا ربي. قالت لك خشله بلاد الرجال اكيد حبيبتي الجزائر كيما راها حبيبتي كيما راها بلاد الرجال عزيزتي نتمنى ان شاء الله الرساله توصل عزيزتي ان شاء الله يا ربي شافي لك اختك اختي وان شاء الله تفرحي بها ان شاء الله فترة شختي نرتاح راهو ما يداوش انا او لازم الخير شختي لازم المانيا لو كان نقدر انا ما نقدرش الريسكي بختي تموت وعندي يمر عجنت في الكراسي زعرك في راسها باش يعرك واحد اختي باش الريسكي بيها بصح روحي نقول لك احنا وقيل عندنا سبيطار الله اعلم تاع العسكر وقيل ولو كان تدخل تتعالج تما ولا علاش هو مليح هذاك السبيطار تاعنا تاع الجزائر عين النعجة واه
ايه يعني حنا ديناها ثاني اختي ديناها، وثاني شافها بروفيسور يقولوا له كبير معروف في بيرنا ويخدم في تيزي وزو، بروفيسور كبير معروف على الجزائر كل يعيطوا له زروات، شافها وقال لها لازم في الخارج ما يصلحش اختي. الله اختي هذا وين وجهة النداء تاع السلطات كش ما يجي يتكفلوا بيها. إن انا شاء واش الله نحب يسمو اختي، لك. نحب اختي تعالج، انا واش نحب اختي ولا والو. البنات الأخت راهي يتيمة مسكينة ما عندها حد، قلتي لي بو تاعك متوفي. توفي اختي لو كان كاين دابا ودار على جنبه وقاعد يطلب بيه على الغاز اختي. كبدة شعر واعرة. دوك يديروا لك يوم قصة جانا اختي، انا ما نتدخل حتى في كاميوت هذه باش نقولها لك حبيبتي، انا رافده يدي من جهه الدراهم، ما ندي دراهم، ما نحوس على دراهم، ما انا لا قدرت نطلعها توجه رسالتها نطلعها وتوجه رسالتها، انا ما لو كان هي دروك تقول لي نسني لك بالعشره باش تدي الدور ومن عند الناس ما نديش حبيبتي، هذه غير باش تكوني من جهتي هانيه اختي، انا ما خاصني دراهم من عند الناس، ما خاصني نتكلف لها بدراهم، هي حاضره الاخت ونقول لك ديريكتوم طق في الطبق اختي، اللي باغي يعاونها هي قالت لك ما تعطيني دراهم، ما قالت لك تعب سنة. باغي اختي ترديها لي ديها لي للسبيطار، الا تقدري تردي لها اختها تديها للسبيطار عاونيها ساعديها لله في سبيل الله حبيبتي. هذا واش اختي، نحب اختي يتكفلوا بها السلطات يديوها للخارج تعالج، هذا واش نحب اختي، ما نحب والو. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اختك، خلي ايمانك بربي قوي ان شاء الله ربي يشفي لك اختك ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء. شوفي والله العظيم يا ما ناس صراو معجزات اختي، يا ما ناس مرضوا والله من بعد كي راحوا يتعالجوا قالوا لهم ما فيكم والو، والله العظيم صراو معجزات اختي، قدرة ربي سبحانه وراهي قوية إن شاء قدرته، الله ان شاء الله ربي يشفي لك اختك، إن شاء اختي الله راكي إن شاء تقولي بلي ربي إن شاء الله ربي سبحانه ان شاء الله ربي ما يردلكش كلامك اختي ان شاء الله يا ربي، انا والله اختي نعطيك نصيحه والله كثري استغفار ودوك تشوفي ان شاء الله كاين ناس الخير اختي، كاين ناس على بالي ومتاكده 200 في الساعه بلي كاين داعيه على زيت خون بزاف ناس طالعيني اورجون كي ندير نطلعك، مانيش عارفه الا نقدر نطلع معايا او ميم طيب. ما جو بونس مانيش دايره جو بونس مانيش دايره لا ميزاجور، رسلي لي تشوفي هنايا في الاخر ليكرون في رسلي لي تشوفي شوفي الا نقدر نطلعك معايا اللي لقى روحه مبلوكي ما يقدرش يكومونتي ما يجيش يلومني جماعة انا لا ما نتحملش مسؤولية حبيبتي، انا لا انا نقولها لك ديريكتومون، انا لا كانيوت نو ما نتحملش مسؤولية لا كانيوت، هي خاصها حتى وتلمي لها دراهم، حتى وتلمي لها دراهم خاصها اللي يرفد اختها يخرجها لها في ليترونجي حبيبتي، هنا حتى وتكوني مياخده حبيبتي ما تقدريش تخرجيها بلا لاكور تاع الدوله، لازمها لازم السلطات تتدخل تعاونها في هذا الشيء حبيبتي، يعني بلادنا راها ريقلو عزيزتي، كاين صوالح باينين وصوالح نديروهم ما نقدروش نسوطيو المراحل حبيبتي، هي اش دير؟ هي لازم نوصلوا النداء للسلطات ان شاء الله يشوفوا فيها، ان شاء الله هي يقدروا يعاونوها باش يعاونوها باش يقدروا يعطوها اكور تخرج اختها، هذه المرحله الاولى كي يعطوها اكور تلم تعاون اختها نقدروا كاع نديروا اليد في اليد ونعاونوها وتخرج وتتعالج اختها اختي، هي لازم دروك لازمها اكور حبيبتي راح نطلع هذه توغام قالت لي طلعيني دروك ما توراها ما قدرتش نطلعك اختي على كي تبلوكي ناس ماشي متربيه عزيزتي، قالت لك كاين عين النجاة هما يتاخذوا اجراءات ويبعتوك للخارج، ما تشوفين اي بانك ليها مش عارفه الا راهي هنايا بس كما ولات كاع تهضر سلام ايه يا صحاكي واعره البنات الله لا يحوش حد لحد اقسم بالله ربي شافيها آمين حبيبتي غادي نمشي نفاي ميساج دون فوتخو فيسبوك انستغرام كومون فو بروتيجي فو ميم تو ميم تي زونفون فاطمة سلتي على الانستغرام صح حبيبتي دوك نشوف
طلعني اورجون، ما نقدرش نطلعك، ما عندكش كاميرا، ما قدرتش حبيبتي. لوغا على حسب توغان، قلت توغان. كراكي قلنا ما تنشينيش. الحمد لله اختي انتي، امين يا ربي. كي تشوفي ناس كيما هكا والله العظيم، حنا ربي عطينا رجلين وعطينا قرزي وعطينا صحتنا ومحامتش نربي على الصحة. كاين ناس تبكي غير باش ربي يرجع لها الصحة، حنا الله عطينا نحوسو على الدراهم دروك، ونحوسو على التاويل، نحوسو على لافونيغ، ومحامتينش ربي على الصحة. كابابا ربي يعطي كلش وما يعطيكش الصحة. الأخت تبكي على جال صحة أختها. إيوي ربي يشفيها. آمين آمين. ايه وي سي فري كوتر، قلت لك ايش على الناس، شحال كاين الناس راهي تموت في الصمت. اختي اختي شنقولوا، الله يشفيها ان شاء الله، الصوت تسمع تاعها حبيبتي، ربي يشفي لها اختها، حوجي ما عندها حد. يا حبيبتي راكي كاتبه فرنسي وعربيه، ما عرفت لا نبداها ولا نقراها. راكي كاتبه تشوفي واحد في L2 militaire de SS, je sais pas ce que c'est. Sa famille, il la prend en charge pour soigner à l'étranger, c'est la solution. Ah, ça a. ربي شفيها راهك يا اختي، مي اختي راسلي صوتك في القنوات، اذا كان خاوتنا في عين النعجة اطباء عاونوها. والله يا اختي انا ما كرهتش كان صوتي توصل حبيبتي، بصح كي تشوفي يعني صفحتي ما فيهاش، مش كبيره صفحتي سي فغي، كي تشوفي العدد كبير اوكي، بصح كي تشوفي مشاهده يعني صراحه انا نتمنى بالك غير هذه الفتاه ان شاء الله والصوت تاعي يكون مسموع. علاش لا، علاش لا، ان شاء الله حبيبتي، ان شاء الله ان شاء الله الصوت تاعها يتوصل، ان شاء الله تتعالج الاخت تاعها، ان شاء الله ناس واحده اخرى تاني الصوت تاعهم يوصل ويتعالجوا حبيبتي. كبده واعره البنات، ما يحس بال قالك ما يحس بالجمره غير اللي كواته. الكبده راهي صعيبه، خصوصا كي ما يكون عندك حد، يعني ما يكونش عندك بوك، ما تكونش عندك امك، تكوني يتيمه واليتيم وصى عليه ربي سبحانه وتعالى. يعني انت يتيمه، تخيلي انت يتيمه وعندك اختك قدامك تشوفيها مريضه، مانيش باغي نقول كلمات اللي ضروها، تشوفيها مريضه ايا وما قادره ديري حتى حاجه، يعني في يدك ما قادره ديري حتى عفسه، ما تقدري تخرجيها، ما تقدري تداويها، ما تقدري، ما اش حدهم يعطوها دي كالمو، يعني شبا يعطو. حبيبتي خرجي ما عجبكش اللايف وخرجي مع الف سلامة عزيزتي. امين غوز ميرسي ما بير. عليكم سلام. انا والله ونقدر حبيبتي، قالت لي قلت لها ما كاش مشكله، روحي عندي لللايف نطلعك، ما عندي حتى مشكله حبيبتي، بالك بالك سبحانك ربي، بالك شيلة ديروا لي الجيم، بالك بسبت هاد اللايف ناس يسمعوها، علاش لا، ان شاء الله يسمعوها ان شاء الله ويعالجوا لها الاخت تاعها ان شاء الله. والله لي يشوفكم ضر في عائلتكم باسكو ماهيش ساهله، ان شاء الله ربي يحفظ لكم عائلتكم، ان شاء الله ربي يبعد عليكم الابتلاء والمرض ان شاء الله. ايوي سوسو ايوي اختي بصح صحة صعيبة. اه نو 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 نو، انا قلت لك ام اميرات، هاني قلت لك عزيزتي، انا اي انسان يبغي يطلع يوصل صوته ما عنديش مشكله حبيبتي، قلت لك ما عنديش مشكله، بصح باش نتحمل مسؤوليه كانيوت نو، انا ما نرفد حتى كانيوت. انا لا سول كانيوت اللي بارطاجيتها تحت ديك الاخت اللي عايشه في تركيا، والحمد لله ديك الكانيوت ما كانتش اصلا باسمي ولا باسم تاع وحده حبيبتها مش عارف وين، المهم انا في ليترونجي باسكو يكتبوا الاسم تاع هذاك الانسان تاع الكانيوت، وانا يا هذيك الانسان اصلا هي مسكينه ما قصدتنيش، انا كنت ندور في لايفات لقيت صاحبتها دارت لها نداء، قلت لها عندي صفحه نقدر نبارطاجي عندي، لا راكي باغيه نقدر نعاونها، كاين ناس الخير تعاون، كاين بزاف ناس والحمد لله، يعني كاين ناس بزاف تبغيني وسمعت لي وناس بزاف عاونوا، وكاين اللي عاون مبلغ ملاخر، كل واحد كيفاش عاون على حسابه، وناس دايره الخير الحمد لله يا ربي. بصح انا باش زعما نحل كانيوت باسمي ولا ما نتحمل مسؤوليه حتى انسان، ما نكذبش اختي، الوقت راه صعيب، انتي تروحي ديري خير لله في سبيل الله يقلبوه لك بعفسه ماشي مليحه، يقدر انسان يعاون نعاون، توصلي نداء نوت
واه سينيالو فيا حبيبتي على ديروا جامشيت الله يخليكم. نقدر جو تبغي نبغي نعاون انسان نقدر نعاونه باي عفسه، بس حاجه تاع دراهم ما نتحملش مسؤوليتها. حبوا غير شكيل سي فغي عزيزتي سي فغي ما غلطتيش. بلان دي عبارة الأخت داليا هذيك هي نسيت اسمها ميشيل، ربي يشفيها آمين حبيبتي ربي يشفي كل مريض إن شاء الله يا ربي. ما نعرفش كوثر كيفاش يديرو، ما نعرفش حبيبتي ناقصي حبيبة ماما ناقصي ما بالي. ايوا سي بصح عارفي بلي اغلبيه الناس يتبعوا التفاهه تو سامبلومون. ما غلطتيش شفت الله يرحم الفم، الله يرحم الفم اللي الله يرحم الكرش اللي جابتك. انا جات لك الله يهديك هو البنات. اي انا بغيت نشرب كاطاغا في طامال نحاول هاد الماء يعين وحيرة العشرة نبدل ودي لعك مش ما بدلت لاش نقصي على الخيط هذا هاتي نقصي الزيوجة هذا وبدا تسكر تصفى بيتا عندها في شكل لها عزيزة نتاع الشاومة قلتا شو هكا نعاودوا البنات اللايف. ميرسي بوكو جوهرات الاسلام ميرسي عمر ربي يفرحك ميرسي بوكو مادام البنات شويه هكا نعاودوا صحه بيزو.